تقريبا من بعد حدث بلاي ستيشن الأخير في منتصف سبتمبر وأخبار الألعاب هادية نوعا ما. وإلى الأيام القليلة الماضية فكانت تأجيلات داينغ لايت وترحيلها لبداية 2022 وباتل فيلد لمدة شهر تقريبا فهي العناوين الأهم اللي حصلت، لكن هذا الأسبوع وبعد حلقة نينتندو دايركت الأخيرة وبعض الأخبار الجديدة اللي تخص إصدارات قادمة لمختلف الاستوديوهات، فجمعت لكم الكلام المهم في ملخص أخبار الأسبوع على بلاير ون. بشكل كبير عرض لعبة استوديو بلاتينيوم جيمز الموهوب للجزء الثالث والمنتظر من بايونيتا ضمن عرض نينتندو الأخير فكان الأهم، والعرض القصير اللي قدم لمحة من تجربة قاتلة الشياطين الجديدة فكان كافي انه يؤكد استمرار المعارك والقتالات الضخمة اللي تعودنا على تواجدها في الأجزاء الماضية، وشفنا استعراض لقدرة التحكم والقتال بالشياطين اللي مخرج اللعبة كان ناوي يستخدمها في لعبة اكس بوكس الملغية سكيل باوند، بما انه كان المخرج للعنوان الملغي وذكر انه متحمس على استعراض المزيد من اللعبة اللي تم تأكيد صدورها في 2022. لكن بشكل عام بما انه استوديو بلاتينيوم جيمز هو المسؤول فاشوف انه محبي السلسلة يقدروا يرتاحوا ويتوقعوا انها بتكون على قد الانتظار. ايضا لعبة شخصية نينتندو المشهورة كيربي فحصلت على اهتمام كبير مع الاعلان عن كيربي اند ذا فورغاتن لاند، لعبة بلاتفورمر ومغامرات ثلاثية الابعاد، وباستخدام قدرات كيربي المتنوعة فراح تضطر تتجاوز مراحل وتحل الغاز بطابع وصفة العاب نينتندو. ايضا ضمن حلقة نينتندو دايركت الاخيرة تم تأكيد عودة لعبة حروب الالوان سبلاتون من خلال جزء ثالث. أما الإعلان الأخير في حلقة نينتندو دايركت اللي كان ليه صدى على مواقع التواصل وردود فعل كبيرة من محبين فيخص شخصية نينتندو الأهم السوبر ماريو، بعد ما تم تأكيد عودته لعالم الأفلام من خلال فيلم أنيميشن جديد وبيكون بالتعاون بين نينتندو وستوديو إلومينيشن، وتم الإعلان عن أسماء معروفة من الممثلين في هوليوود راح تقدم أصوات شخصيات ماريو ولويجي ودونكي كونغ. وللحد ما فما تم تقبل بعض الاختيارات للممثلين من فئة مو قليلة من محبي ماريو على مواقع التواصل. عموما مع توفر الفيلم على نهاية 2022 رح نعرف إذا اختيار طاقم التمثيل كان صحيح أو خاطئ. في يوم The Last of Us اللي يحتفل فيه استوديو نوتي دوغ بعنوانهم المهم مع مجتمع اللاعبين، شاركنا الاستوديو تأكيد رسمي لكلام تقريبا كنا عارفينه بعد ما أكدوا انهم حاليا شغالين على طور الاونلاين الطموح الخاص بThe Last of Us، وانهم من بعد صدور الجزء الثاني وهم مستمرين في العمل وتوظيف مناصب تخص تطوير الاونلاين، وذكروا انهم ما زالوا بحاجة لزيادة حجم الفريق، ومثل العادة ختموا الكلام بانهم راح يشاركون المزيد من المعلومات لما يكونوا جاهزين. اما بخصوص اخبار الاستوديوهات الخضراء فواحدة من العاب اكس بوكس المهمة واللي حاليا في مراحل اولية من التطوير بيرفكت دارك، واللي على حسب عرض الاعلان الرسمي لها فاستوديو ذا انيشيتيف هو المسؤول عن المشروع. لكن وفي خبر غريب نوعا ما الاسبوع الماضي اعلن الاستوديو انه بالاضافة لعملهم على عنوان الخيال العلمي فراح يشاركهم استوديو كريستال دينامكس عملية التطوير، وذكروا انهم ما قدروا يفوتوا فرصة العمل معاهم وانهم متحمسين على مستقبل المشروع. الغريب في هذا الموضوع من وجهة نظري انه استوديو كريستال دينامكس استوديو طرف ثالث والمشروع من استوديو تابع لاكس بوكس وحصري لهم، فبالتالي من غير المعتاد اننا نشوف مثل هذا التعاون في الالعاب خصوصا في مشروع بدا وجاري تطويره، وانه استوديو ذا انيشيتيف مكون من مطورين موهوبين ومعروفين وكان ممكن يلجأوا لاستوديوهات اكس بوكس الاخرى. عموما المهم هو النتيجه النهائيه اللي راح نشوفها في بيرفكت دارك، وان كان واضح انها محتاجه سنين على حسب كلام الاستوديو بغض النظر عن اليه التطوير والاطراف المشاركه. ومن لعبه ما زالت في مراحل اوليه من التطوير للعبه مفروض نشوفها في 2022 وتحديدا الكلام عن تجربه استوديو روكستيدي القادمه سويسايد سكواد، واللي راح تخلينا نقاتل سوبرمان وبقية أعضاء جاستس ليج باستخدام شخصيات عادة تكون هي العدو، وبتكون التجربة قابلة للعب بشكل فردي أو تعاوني الأربع لاعبين على أجهزة الجيل الجديد والبي سي. فالأسبوع الماضي نشر الاستوديو الرسم الفني لإغلاف اللعبة كحركة استعدادية وتشويقية لعرض اللعب الجديد في أكتوبر، واللي راح يكون ضمن حدث دي سي في 16 من الشهر، واللي أيضا راح يشهد تواجد لعبة دي سي الأخرى غوثام نايتس. اما الاستوديو الاخير الموجود معانا فيخص الاستوديو الرائع ريسبون، واللي في فتره قصيره تركوا بصمه قويه في الصناعه، فظاهر انه الاستوديو حبوا يطمنوا محبين تايتن فول بعد ما نشروا تغريده ذكروا فيها انه على عكس اعتقاد البعض فتايتن فول ما زالت في صميم هويه الاستوديو، ومين يدري ايش ممكن يحمل المستقبل، في اشاره لانه قصدهم انه السلسله غالبا ما انتهت وانه ممكن نشوف لها عوده. اما مع نهايه الملخص فشكرا على المشاهده.